بس انا ناشف في الصلصه. هذه البيتزا الغير تقليديه حتكون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم هديل احمد، واليوم معايا ضيفه مره مميزه على قلبي وغاليه جدا عندي، اللي هي ماما. شكرا حبيبتي. هاي ماما. طيب اليوم حسوي لك حاجه انت تحبيها. انا في اكلات كثيره بحبها. اليوم حسوي بيتزا. الله، انا من عشاق البيتزا. خلاص اوكي، حاخذ من وصفتك اللي هي طبعا العجينه، حلو، حضيف عليها شويه اضافات، فبالتالي اليوم حسوي بيتزا بجبنه الفيتا والعسل وزيت الترافل. نبدا في مقادير حقتنا اليوم. حنحتاج احنا كوبين من الدقيق، حنحتاج برضو كمان خميره، ملعقه كبيره سكر، ونحتاج ملح، 3/4 الكوب مويه، وزيت الزيتون طبعا. اوكي، هذا بالنسبه للعجينه. بالنسبه للخلطه هنحط الفطر، اوكي، هنحط كمان الجرجير عليها وزيت الترافل والعسل، ايوه، وحنحط طبعا كمان فلفل مجروش طبعا على حسب الرغبه. طبعا اساس كل بيتزا ايش حيكون؟ الجبنه طبعا. الجبنه اكيد. طيب هستخدم انا جبنه فيتا، اللي هي بستخدم جبنه فيتا البقرات الثلاثه طبعا، وحستخدم كمان اكيد جبنه موزاريلا من البقرات الثلاثة. طبعا دائما انت كنت تستخدميها، ونصر زيي كمان استخدمها على طول. كمان صدق لها 40 سنه. ايوه ايوه، كنت بقول لك انا صار لها من جد 40 سنه. بس انا ناشفه في الصلصه. لا من غير صلصه، مو هي هذه من اسراري. هذه البيتزا الغير تقليديه حتكون. طيب انا حبدا اول شيء نجهز، ايش رايك الخميره؟ طيب، وبعدين العجينه حجيب 60، بعدين حجيب 3/4 كوب مويه حضيفها انا الحين، بعدين حجيب الخميره. نبدا نقلب. اوكي، شو هذه معلومه، يعني لما تحط السكر مع الخميره تسرع في التخمير. طيب ايش رايك نسيبها؟ طيب 5 دقائق نجهز العجينه. انا جهزت من اول كوبين دقيق فيهم، خلاص، فحطها في الزبديه الكبيره، حضيف عليها اللي هو السكر، وحضيف هذه ملعقه صغيره. الحين حنخلطهم مع بعض. ايش يذكرك دحين بالشعر؟ هذا مره يفكرني بالعيد. اي والله، دائما دائما العجل يفكرني برمضان، بالعيد، دائما حتى لما يقولوا يلا ثاني يوم العيد نبدا يلا نعجن ونخبز وريحه العجينه، مره ذكريات. بعدين انت كنت ترى على فكره تحبي تعجني. ايوه انا احب عجن، صغري احب عجن، ما شاء الله عليك تحب الدقيق والعجينه كذا. ابغى امشي زيت زيتون في نفس الصينيه، يعني في نفس الزبديه هذه، هدهنها بس كذا الزبديه بالزيت زيتون. انا حمشي عليها كلها كذا، تمام، اغلفها كذا بنايلون عشان تتخمر على راحتها. طبعا خليها نص ساعه. واو يا سلام، شايفين كيف خمرت وكبرت وضاعف حجمها؟ هذه كله ما شاء الله في نص ساعه. هنحط شويه زيت زيتون على الصينيه، حندهنها كلها الاطراف. الحين حفرتها صراحه بيدي، يعني انا احب كذا عجن. طبعا انا مهلكم شوي شوي، احاول ان هي تكون يعني مره بالتساوي. ايش حسوي دحين؟ بس حاثني اطرافها. اوكي، حاثنيها كذا، حاثني اطرافها كلها مره ممتازه. خلاص فردناها كويس. ايوه حلوه. ايش كمان في حركه كمان مهمه بالشوكه؟ أيه. اخرمها. وانا عارفه ليش نخرمها، عشان لا تصير فيها فقاعات او شيء، صح؟ ايوه. طب اخرمها بس كذا، اخرم كمان حتى الطرف عشان يمسك. ايوه. مامي ايش رايك نسوي يعني نلعب لعبه كذا؟ طيب يلا مع بعض. انا مساعده. يلا. اوكي. نبدا بالاسئله. طيب يلا قولي. مين الشيف فيكم؟ طبعا انا. مين تحط جبنه على كل شيء؟ وانا كمان. احنا متفقين. انا عشاق الجبنه. مين تطول أكثر عشان تجهز؟ أنا. مين تزعل بسرعة؟ أنا. مين تظل جوعانة؟ أنا. مين ذوقها أحلى بالأغاني؟ ذوق هدي. أنا ديجل، أنا ديجل السيارة. هدي هدي وثق في ذوقها. مين أكثر واحدة تضحك؟ أنا كمان. وأنت كمان. مين اللي دايما مستعجلة؟ أنا. كمان فيك عجلة. في أنا برضه. مين أكثر واحدة تلبس ثياب الثانية؟ أنا. أنا بس قاعدة أنبش في دولابك. مين أكثر واحدة تساوي مصايب؟
هذه هديه. مين تخاف على الثانية أكثر؟ أنا طبعاً. الأم. الاثنين. والله ما ضبيع مسكينة حبوا. ما رضيت عليه. الحين راح أقطع الجبنة. أنا ليش اخترت جبنة الفيتا من البقرات الثلاثة؟ أول حاجة شايفة كيف ملمسها مرة ناعم، وشوفي كمان كيف لما أجي حتى أقطعها شايفة كيف متماسكة، شايفة كيف تتفتفت. شوية فلفل مجروش طبعاً على حسب الرغبة، إذا أنتوا الكمية تبغوا سبايس أكثر تزود أكثر. أكيد حستخدم اللي هي موزاريلا، جبنة البقرات الثلاثة. طبعاً ليش اخترتها؟ أول حاجة لأنها تسيح كذا تدوب على البيتزا، ذوبانها مره سريع ومره يعطيك يعني ملمس اللي هو الرائع، لان من جد من جد تبغي. بعد ما نغطيها بالموتزاريلا حنحطها في الفرن. الفرن احنا من اول ما سخناه صار له نص ساعه. طبعا الشيء اللي حقول لكم هو انا ححط الموتزاريلا على مرتين، ححطها قبل ما يعني ادخلها في الفرن، وبعد ما تستوي البيتزا حدخلها حطلعها ثاني، وححط كمان موتزاريلا مره ثانيه عشان كمان اغطيها بطبقتين موتزاريلا. وحنشوف وقت ما تصير كده 10 دقائق حنخليها في الفرن تصير شوية ذهبية كده نطلعها. شوف يا سلام، شوف ريحة حظيف. واو حظيف كمان زيادة موتزاريلا. طيب بس حخليها ارجعها في حرارة الفرن، يعني حتى وطفي الفرن عادي. كتري 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 كتري. ايوه الريحة يا سلام. واو ريحتها جميل. يا سلام سلام. اوكي واو اوكي يلا اوكي. دحين خلينا نضيف الجرجير عليها بس شويه لمسات يعني. ايوه نختار الحتت شويه صغيره ممكن كذا في النص. نحط عليها رشه اللي هو زيت الترافل. يا سلام. شايفين كيف؟ هذا اليوم وصفتنا اللي هي بيتزا جبنة الفيتا موزاريلا، وحطينا العسل وحطينا ترفل والجرجير كده فوقها. هي حتتجنن. يلا خلينا نبدأ ناكل. يلا يلا. طيب شكرا، ولا تنسوا تسووا اللايك والسبسكرايب. خلاص وبالعافية عليكم. تعليقات نبغى كمان، نبغى الكومنتس يور كومنتس كمان، نبغى تعليقاتكم. سبسكرايب. يلا بالعافية عليكم، اشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا.